السلام عليكم. واخيرا اول فيديو في قناتنا نلعب بلاي ستيشن 5، بتكون لعبه استرو بلاي روم. وراي نواف قاعد يلعب، اعطهم تحيه نواف. وجنبي فهد الشيحه، طبعا بتشوفون معنا اللعب، بنلعب لعبه استرو بلاي روم. لكن الاهم والهدف الاكبر طبعا موريكم شكل جهاز بلاي ستيشن 5 لما تشبعون، وايضا بنفس الوقت الاهم والاكثر اهميه هو اننا بنعطيكم انطباعنا ليد التحكم. صح، كلام كثير سمعتوا عنها واحنا سمعنا عنها كلام كثير، لكن هل هي في الواقع لما نجربها بنفس المتعه اللي يعني تخيلناها لما قعدوا يتكلمون عن الاهتزازات وما ادري وشو كذا؟ صح؟ صح، يعني سمعنا كلام حلو نبغى نجربها. طبعا نواف انت العب يعني. اوكي تبدا تلعب معنا. اوكي خلينا نشرح للشباب بعض الاشياء. طبعا لعبه استرو بلاي روم حاليا مسموح فقط نلعب هذه المرحله منها. اوكي اسمها كولينج سبرينجز. اوكي ينابيع البارده، الينابيع البارده العربي. فبس الفكره حقتها وش، لعبه كامله مسوينها عشان يعلمونا على ايش؟ خصائص اليد. على خصائص اليد بالضبط. إيه. فطبعا عشان الناس اللي ما قد سمعت عن اليد من قبل او عن الخاصيه ذي المهمه في اليد، اليد فيها محرك اهتزاز رهيب جدا. اوكي وفيها خصائص ثانيه مثل ان ازرار التريجر، اوكي L2 والR2 ادابتف، يعني ممكن ايش تتغير قوتها وانت تلعب، احيانا تكون قاسيه بزياده، احيانا تكون سلسه ومرنه. عشان ايش يقول لك؟ يحكي فيها بعض الاشياء، مثلا خلينا نقول انك كنت شايل سلاح وخرب عليك السلاح ذا وانت تلعب، مثلا تصير تعلق عليك مثلا، عرفت؟ ولا ما سويت ريلود. صح اي صح R2. طيب بس طبعا فكره الاهتزاز، يعني نواف هنا المرحله دي رهيبه، توريك اياها كيف. يعني نواف لو كان يمشي تحت على المويه، اوكي يجيك احساس مختلف، يجيك احساس كذا اليد تهز معك كانك ايش، كانك فعلا داخل في مويه. مو بس تهز معك، طبعا اللي يشوفون بالفيديو معنا الحين هذا مايكروفون طبعا عند نواف، وايضا في سماعات سبيكر هنا، يعني اليد يطلع منها صوت، يطلع منها صوت كانه صوت المويه وانت تمشي فيها، عرفت كيف؟ او هنا نواف كنا يمشي على الرمل تجي له طقات خفيفه كذا على اليد. طبعا فهد انت جربتها اليد، اوكي كيف كان؟ طبعا كيف كان شعورك لما جربتها؟ شعور جديد يعني، هو يعني يوم مسكتها من مره فاقت توقعاتي. انا اوريدي قريت عنها وشفت عنها اشياء وانطباعات وكذا، فتحمست اني اجربها. فلما جربتها فعلا يوم مشيت من على سطح رمل، سطح قزاز، سطح حجر كذا، تحس الفرق يعني قاعد تمشي بالسطح زي كذا. وبرضه هنا زي الرمل الحين زي ما تشوف لما يمشي تحس. مو هذه طبعا الشباب هنا ممكن ما يشوفون، لكن العاصفه هنا ايه؟ اليد قاعده تهز مع نواف ايه؟ هز قوي، حتى تحس يعني بحبات الرمل زي ايه؟ زي حبات الرمل كذا تضغط، يعني قاعد احساس رهيب تضرب فيك. ايه لا احساس مره رهيب، حتى لما يمشي على قزاز يمشي على حديد يتغير عنده كل شيء. حتى لما تبدا تشد الشيء نفسه كذا تحس فيه زي المقاومه، مقاومه صح ايه؟ وتزود مستوى الهزه كل ما قربت تشد الشيء اكثر، ولا قرب يطلع من المكان اللي هو المفروض يطلع منه. طبعا مثلا هنا تمشي الهزه هنا تختلف على هذه شو هذا الورق اللي ورق الشجر، ورق اي ورق مائي ولا ايش. طيب بس هنا يعني هنا تشوف الـ الشباب حقين تيم بلاي ستيشن سووا ذي اللعبه بس عشان يورونك اليد. وانا قاعد اتكلم مع نواف امس اقول له ما اتوقع انهم بس سووا هذه عشان اللاعبين نفسهم يعرفون عن اليد، اتوقع ان سووها عشان المطورين يشوفون الافكار اللي في هذه اللعبه ويستفيدون منها في العابهم الخاصه. صح صح صح، يعني زي كتالوج الحين حق اليد تشوف كيف تجربها. من يذكر البطاقه حقت بلاي ستيشن 3؟ صحيح اللي كانت سكساكس. ممكن نكلم الناس شوي عن هذه اللعبه، انا امس تكلمت عنها في تويتر، قعدت اقول ان هذه اللعبه صراحه رهيبه تستحق تكون لعبه بحد ذاتها، فيها اشياء سريه، فيها تستكشف يعني بعض، يعني لعبه بلاتفورم ممتازه. القفز فيها ممتاز، الجرافيك زي ما تشوف جميل صراحه ولطيف، في اشياء اتوقع هذه زي لعبه ايستر ايجز. اي هذه زي ايستر ايجز الى بكره فات برنسس. وفي عندك انشارتد تلقى اشياء زي كذا، يعني في اشياء كثيره تشوف ريفرنسز فيها، فيها رجع للذكريات مع يعني العاب بلاي ستيشن قديمه كامله واجهزه بلاي ستيشن، اجهزه الالعاب النظام كل شيء كل شيء اللي انا بيعلبها. حتى برضو العربي اللي فيه مره ممتاز، العربي جدا العربي حلو. ايه الخط جميل اللي مستخدمينه، مره ممتاز الخط اللي فيها، يعني تحس كنا جدا. هنا شوف هنا مثلا لما يضغط الحين يكون في عنده ثقل في بالتريجر. ايه ارفع يدك بس كذا نواف عشان توريهم. طبعا هنا الازرار نفسها صايرة أثقل إيه؟ من العادة، تحس مقاومة كذا كأنه سبرينج. صح، كيف السبرينج لما تضغط عليه قاوم، نفس الشيء مع اليد. أنا أحس يا أخي الأفكار القدام الجديدة اللي تجي لهذه اليد شيء غير طبيعي. في أشياء تكلموا عنها سوني زي لعبة جراند توريزمو مثلا إيه؟ هذه الحركة بيستفيدون منها الناس كثيرين بإيش؟ البريك، هذه التريجر شوف نفس اللي قاعدة تطلع على الشاشة الحين إيه؟ أنه في الدواسات البريك والبنزين إيه؟ صح أنه بيكون فيها مقاومة، عرفت؟ لما تدعس زي إيه؟ كذا
حتى الزاز بعد ادابتف. يعني انا اتخيل عندك مثلا لعبه ريزنت ايفل 8 مين. اتوقع انه بيكون في مثل دقات القلب يمكن تجيك الزاز حقها عشان تحس بطاقتك ناقص ولا لا. مسدسات زي ما قلت يوقف عليك يوقف عليك هذه. حتى قالوا لعبه برضو جاد فول بيكون فيها صد جامد يعني لما يصد الشخصيه تصد بالدرع تحس بالضربه تجيك كذا عرفت تحس شيء يضرب كذا. بس خلينا نتكلم عن بعض الاشياء بخصوص اليد. طيب انا ونواف كنا نتكلم كنا نجرب اللعبه طيب وكنت اتكلم معاه كنت اقول له اول شيء يعني حسيته شيء رهيب بس سالفه المقاومه حقت ازرار التريجر قلت له انا الحين لي فتره العب في اللعبه بديت احس بالتعب منها. اوكي فهمت عليك. ولما جاء هو يعني يلعب قال اوكي في البدايه ما كان مقتنع بس بعد فتره من اللعب قال اوكي بديت احس بالتعب منها فهمت علي. فاحس انه انا ونواف انه مثلا احس انه ما راح يخلونها مفتوحه يعني بيخلونها اوبشنال يعني ممكن اذا انت ما تبغاها في اللعبه تقدر تطفيها. لا هو تقدر تطفيها اصلا مو يخلونها هو كذا حتى اتكلم في الالعاب المستقبليه يعني اي اوكي اذا ما بغيتها يعني فهمت علي. يمكن صح بس انها مو تقدر تطفيها بشكل حلوه بس يعني تعرف ما احس اني اقعد العب فيها طول الوقت فهمت خصوصا اذا كانت لعبه تصويب يعني بقعد طول يعني فتره طويله اضغط على الزر حق الكتف فهمت علي. طيب طبعا هذا الشيء اللي تكلمنا عنه ان اليد الخصائص الجديده اللي فيها الاهتزاز الاهتزاز شيء غير مسبوق صراحه ما حد يعني وصل بهذا الليفل زيهم زي بلاي ستيشن اوكي. لكن خلينا نتكلم عن اليد بعض الاشياء اللي فيها مثلا الازرار الجديده الزر حق مثلا زر الستارت مثلا وزر الشير اوكي وزر الهوم حق بلاي ستيشن احس انهم صاروا اصغر وانا صراحه ادورهم في اليد حسيت احيانا اني اضيعهم. انا هذا اتفق فيك اتفق معك فيها محمد لما مرات اضغط زر الميوت افكر اني ضاغط زر البلاي ستيشن والعكس صحيح. هذا صاير يعني لخبطني شوي صح قراب من بعض وصغار. والشيء الثاني اللي ذكرت انت زر الاوبشن او زر الكرييشن او الشير الجديد اللي مسمينه صاروا بارزين اكثر من اول صح اصغر بس صاروا بارزين برا على عكس يد الدولشوك 4 اللي كان شوي نوعا ما تحسها الداخل جوا اليد. طيب من ناحيه حجم اليد انت لان قبل يعني داود مره مرتاح منها مرتاح منها اكثر كويس. يعني من يد طيب كويس. انت فهد ايش انطباعك يعني عن اليد بشكل عام يعني كاستخدام اليد الازرار والاشياء هذه مريحه جدا اكيد يعني توقعتها غير ما يعني قبل ما فهد شوف من هذا سنيك اللعبة الرهيب هذا الرهيب فيها طلع لي شخصيات عجيبه كذا ذكريات. شوف اليد المسكه حقتها مره مريحه ما توقعتها كذا. انا عجبني كبيره شوي اكبر من حقه البلاي ستيشن 4 ولانها تكون اكثر في المسكه تكون يعني بلاي ستيشن 4 كانت يدي كلها تدخل فيها عرفت لكن هذه تكون يعني فيها مسكه انك ثابته ما تحرك كثير ولا تزحلق خصوصا ان اللي فيها الادابتف مو الادابتف اسمه الهابتك فيدباك اللي هو الهزاز يكون حتى على باطن اليد يهتز حقك فعرفت يعني ياخذ مناطق معينه في باطن يدك فالمسكه حقتك يكون على باطن اليد كلها يمسكها كلها فيدك كلها تهتز فهذا الشيء الرهيب فيها وغير طبعا الازرار فيها صارت سلسه احسها وتضغيط اسرع فيها ومشكله يعني الاشياء اللي جابناها باللعبه هذه كلها زي ما انت شايف اللي هي لما تسحب تحس في التنشن المقاومه الشس الزنبرك المضغوطه يكون يعلق عليك الارض التجر هذه تحفه جديده بلاي ستيشن موف بلاي ستيشن موف هذه هذه اللعبه ظريفه جدا صراحه وبما اننا اصلا بشكل عام يعني انا صراحه بحتاج وقت اكثر مع اليد بس عشان من ناحيه الراحه اثناء الاستخدام وهل حجمها مناسب ولا لا اوكي فعموما نكتفي باليد شوي الحين يعني نتكلم بس عن بما اننا ما حصل لنا فرصه نتكلم عن تصميم الجهاز بعد ما شفناه الحقيقه اوكي طبعا الجهاز صراحه يعني انا كنت متوقع انه كبير وثقيل وطلع فعلا في الواقع كبير وثقيل يعني يعني ارتقى للتوقعات انا ما حسيته ثقيل يعني لو تقارن بالسن 3 مره خف البلايستيشن 3 مع انه اكبر اكبر بالسن 3 بس البلايستيشن 3 كان ضخم هذاك بزياده كان يفشل يعني بس لا هذا يعني صراحه اخف منه يعني مش الثقل اللي تتوقعه بس يبقى اضخم بلاي ستيشن يعني نزل لحد الان يعني اكبر جهاز كونسول اتوقع ومع هالقاعده طبعا حقته اوكي اللي تقدر تركبها من تحت او في الوضع الافقي او العمودي احنا مركبين الحين بالوضع طبعا زي ما قال نواف يبغى لها مسمار من تحت اذا كنت تبيها بالوضع الافقي صح اتوقع لان الجهاز ثقيل يعني وقوفا يعني يصير ثابت والله في ثلاث منافذ يو اس بي اثنين قدام واحد اي واحد سي وواحد من وراء يو اس بي اي الباقي منافذ اتش دي ام اي كهرباء لعن الاشياء المعروفه طبعا هذا المسألة فيها سي جي اي هنا فلو ما في كان يروح الديجيتال ما يكون في شيء هنا بالضبط
فيعني هذا التصميم بشكل عام يعني اتوقع اغلب الناس يعني اوريدي عرفوا عنه وشافوا له مليون انبوكسينج وما في صوت وما في صوت هذا شيء مهم اكيد شيء مهم نختبرها نستنى نختبرها مع العاب اقوى من هذه المفروض يعني بس نشوف نتمنى نتمنى انه ما في صوت خصوصا انه في كان كلام كثير عن موضوع الحراره في الجهاز اوكي انه مو الحراره موضوع الخوف من سالفه استخدام المعالج بش اسمه بطريقه اوفر كلوكت كسر السرعه اللي فيه اوكي احنا نكسر سرعه يعني لا لا هي مكسور سرعه بس ترى بارد يعني هنا خلينا نتكلم عن التهويه شو التهويه هذا كله قاعد احسه فيها هذا كله تهويه جهاز بارد صح نقطه ثانيه نسيت اتكلم عنها تهويه ممتازه الجزئيه اللي بالاسود هذه من اول ما اخذنا الجهاز كانت بسهوله المخش هذه اي صح واستغربت ان سوني مو حاطه عليها حمايه بلاستيك اوكي لكن بشكل عام هو هذا النوع من الماتيريال بسهوله ينخدش حتى بعد ما جينا نحاول ننظفه بدت تطلع فيه خدوش اكثر عرفت اي صح ملاحظه المحتاج شيء اسود زي كذا بلاستيك سريع الخدش عموما هذه فقط كانت كنا حابين نعطيكم انطباعنا عن اليد لانها اول شيء سمح لنا نجربه اوكي ولو طبعا نتطلع اكثر للمراجعه النهائيه اللي بتكون قريب جدا إن شاء الله. قرب وقتها إن شاء الله. بتشوفون اختباراتنا للجهاز بتشوفون اشياء رهيبه جدا اوكي بنقارنه خصوصا مع البلاي ستيشن 4 برو بتشوفون يعني الاداء ايش يفرق خصوصا موضوع التحميل انا متحمس جدا اشارك الناس بموضوع اللودنج والتحميل عشان يشوفون ايش اللي بيطلع معنا من النتائج هل سوني فعلا الاس اس دي اللي طل يعني تكلمت فيه كثير موت بيطلع بنفس القوه هذا بيكون شيء جميل موت موت نواف ليه تموت نواف عشان تشوف كيف سرعه كيف يرجع ما يقدر يموت نواف شوف مات يموت عامل رجع الحياه شو السرعه نتجرب على العاب اقوى يا فهد نجرب على العاب اقوى ان شاء الله اوكي والله سريع شوف كيف متفائل انا عموما هذا شكل حط لك اياه بس ترى هو اصلا محتاج في اشياء ما نقدر نصورها الحين بس بعدين بتشوفونها ان شاء الله عموما يعطيكم العافيه على المتابعه وهذه كانت اول فيديو يطلع معاه يطلع فيه بلاي ستيشن خلنا نلعب عليه وين ها يلا ليش انا متضارب هذا اول فيديو يطلع فيه بلاي ستيشن 5 على قناتنا شكرا نواف اللي كان يلعب ورانا ورانا اليد شكرا فهد على الانطباعات الرهيبه ويلكم باك للقناه وانتم انتظرونا كل يوم في فيديو وكل فيديو احلى من الثاني هذه فتره الحريقه مع السلامة.